كابتن عادل الف مبروك. اولا مبروك للجمهور الاهلي رقم واحد طبعا، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني للنادي الاهلي، مبروك للاعبين النادي الاهلي، مبروك لكل القائمين على الكره في النادي الاهلي، ده رقم واحد. رقم اتنين، مش سهل انك انت تخرج من بطوله على بطوله على بطوله، دي عايزه حاجه خاصه. يعني حتى النهارده المكسب زي ما قلت يا كابتن ايمن يعني اتاخر، لكن ليه فرحه برضه. حلو. وبعدين الحاجه الثانيه المهمه، انت بتلعب على 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 يعني في محطات كتير وفي بطولات كتير، فجميل انك انت تبقى فائز بكل بطوله. احنا هنا في استوديو التحليلي بناخد سيلفي كل اسبوعين الحمد لله من بطولات او ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا. حتى كمان النهارده ممكن يكون الاجوان اتاخرت علشان الناس تبقى فرحتها اكبر يعني بالمكسب وبالبطوله. يعني الجون اللي جابه مودس، يعني شوف ممكن تختلف، لكن النهارده تحركه في الجون مش سهل، يعني تحرك فرويد، يعني عنده خبره قديمه، يعني او ممكن يكون لسه ما دخلش في اجواء النادي الاهلي، وممكن تكون يعني لكن الهدف اللي جابه بينم على انه فرويد بيلعب بدماغه كويس. انا مش بتكلم على انه في نجاح 100% كصفقه دلوقتي، ولكن هو ملف واتقفل وهو فتح، لكن لا انا هو فتح الملف النهارده. لا بص يا كابتن شريف، انا عاوز اقول لك كلمه، يعني احنا دورنا بنحلل، انا بحلل الهدف دلوقتي، انا ماليش دعوه بموقف اللاعب، انا ليا دعوه بالهدف اللي احرزه اللاعب. الوقت فيه وقف كويس، حتى الكره لما جات له عملها بدماغه كويس قوي، مش سهله يعني، في ناس كتير قوي بيضيعوها، حطها بعيد عن ايد الحارس، فتحسب له يعني. لما ما بيبقاش موفق وكويس احنا بنقول عليه ما عملش، لكن هو احرز هدف. الهدف الثاني اللي عمله صناعته برضه بدماغه، دي حاجه تحسب له طبعا بغض النظر عن اي موقف. لكن النهارده مودس اثبت في الربع ساعه او الثلث ساعه اللي لعبها، بغض النظر عن انه فروي ماشي وجاب احرز هدف وعمل اسيست في هدف، فمبروك ليه. يعني ان شاء الله يعني ممكن يكون فلافيو مثلا ما رسم الكتروت معانا يا كابتن عادل. ما هو ده الحاجه اللي بتفرحك. النادي الاهلي على فكره، النادي الاهلي النادي الاول على العالم من حيث البطولات، ودي مش سهله يا جماعه. دكتور اشرف صبحي وجمال علام رئيس اتحاد الكره، طبعا يعني دكتور اشرف صبحي يعني حاجه جميله قوي انك انت تخرج من ثالث عالم الى سوبر مصري. صحيح. كل الحاجات دي كلها لازم الناس تحط في دماغها على عظمه الكيان اللي احنا فيه، كيان النادي الاهلي. يعني نادي لا يشبع بالبطولات، نادي بيقفل صفحه وبيدخل في صفحه تانية. مبروك، حاجه جميله جدا انك انت بتطوق او مروان خد رجل المباراه، يقول احسن لاعب في البطوله، احسن لاعب في البطوله بيتهيالي، احسن لاعب في البطوله ورجل المباراه اليوم. حاجه كويسه قوي بغض النظر عن البطوله، كان عندك كمان لعيب بيحوز على احسن لاعب في البطوله، فده كل الحاجات دي محسوبه للنادي الاهلي. والنادي الاهلي طول عمره يعني حتى نجاحه في ايه يا كابتن، انه هيقفل الصفحه دي ويدخل على الصفحه اللي بعديها، بس لا المره دي يفرح شويه لان في وقت وفي راحه، فلازم يبقى فيها فرح شويه. وبطوله غاليه برضو، انت بتتكلم على اول بطوله، خد بالك دي اول بطوله بالنظام الجديد ده، مظبوط. فلما انت تكون اول بطل في اول بطوله في النظام ده، حاجه تحسب كمان للنادي الاهلي. يعني الحاجات دي كلها بتحسب للنادي الاهلي. وعايز اقول لك ان الجمهور العظيم اللي ورا ده، ها ده من صنع الانجازات النادي الاهلي، دي حقيقه. المسانده دي هي اللي بتخليك فوق اي نادي. انت في اي حته في العالم لو رحت تلعب في اي حته هتلاقي الجمهور العظيم ده، لان النادي الاهلي كيان، والكيان الافراد اللي بيعملوه على فكره انت عارف، والكيان برضو بيضيف للافراد، ولكن طول ما انت مخلص، طول ما انت بتشتغل، طول ما انت بتجتهد، هتوصل للغايه اللي انت عايزها والمكافاه اللي انت عايزها، لانه انت بتتعب وبتشتغل، فربنا بيديك بالانجازات اللي انت بتعملها،
واحنا سعداء جدا. ويعني كلنا، انا بس انا هتكلم على نفسي، الواحد بيبقى سعيد جدا انه بينتمي للكيان الكبير ده، الكيان العظيم اللي هو اسمه النادي الاهلي. صحيح. اللي بيفرحنا كل اسبوع وبيخلينا ناخد سيلفي كل اسبوع. صحيح.